نرجع تاني مع بعض ونضم لنا طبعا نجومنا في الاستوديو التحليلي بقى لقناه الحياه وماتشات الدوري المصري الاسبوع الرابع. جوله كانت سخنه جدا، يمكن معدل التهديف نزل شويه في الجوله دي. كنا بدانا 26 هدف في الاسبوع الاول، 26 هدف في الاسبوع الثاني، 23 هدف الاسبوع الثالث، ولكن الجوله دي كان فيها 18 هدف. بدا بقى شويه ايه الفرق تقلق وبداوا يقفلوا الجيمات شويه والاهداف بدات تقل. خلينا نرحب بالكابتن اشرف قاسم والكابتن محمد يوسف. ازيك يا كابتن اشرف؟ ازيك يا كابتن كريم؟ اخبار حضرتك الحمد ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام. كابتن محمد يوسف. يا اهلا كابتن كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. توقعات ايه بقى؟ عشان احنا كنا ختمنا الحلقه بتاعت يوم الاربعاء بالتوقعات. انا هسيبه بقى هو اللي يقول. انا كابتن اشرف بتقدم له بالتهاني. هو كسب كابتن اشرف صح؟ كسب. انا فاكر انت حضرتك قلت الاسماعيلي. اسماعيلي قلت هيتعادل. او يتعادل. لا قلت هيتعادل وهو قال الزمالك هيكسب. بقيه الماتشات؟ لا احنا الاثنين زي بعض. والله؟ انتوا مفيش حاجه يعني، هي اللي فرقت ان الزمالك والاسماعيلي. لا احنا كمان حتى الماتش بتاع السيراميكا والبنك قلتوا تعادل. تعادل. انا فاكر انتوا قلتوا تعادل. البنك غلب سيراميكا كسب. لا معلش ارض لك ان شاء الله تتعوض. ان شاء الله تتعوض ان شاء الله. طيب هنبدا بالاهلي والمقاولين. كان مباراه قويه استحوذ. هسيب لكم بقى انتوا الكلام، انا اتكلمت شويه في الاول. محمد نبدا مع كابتن محمد عشان الاهلي. والاهلي ما شاء الله بقى العلامه الكامله والاربع ماتشات فوز والدنيا فل الفلالي مع الاهلي. بص يا كريم، انا قلت لك من يعني كنا بنتكلم مع على النادي الاهلي من استوديوهين قبل كده، وقلنا ان الاهلي البطوله الموسم الماضي خسرها خساره السوبر امام الجيش، دي عامله يعني حافز جامد جدا على الستارت بتاع الدوري. والاهلي دايما يعني بطوله الدوري لما بيخش عنده نفس طويل، عنده استمراريه، استمراريه في التركيز، استمراريه في الروح، استمراريه في النظام، الحاجات دي كلها لغايه ما بيحسم البطوله. وواضح جدا ان هو داخل من الاول يعني راكب البطوله زي ما بنقول. بنت من مباراه الاسماعيلي، ثم بعد كده مباراه البنك الاهلي، ثم مباراه تالت مباراة، ورابع طبعا المباراة اللي هي أخيرة كانت مع المقاولون العرب. بص يا كابتن. بص الفار معمول فين؟ شايف الخط اللي على أيمن أشرف ده؟ مظبوط. بص المفروض يتعمل الخط ده عند كتفه بعد دماغه مش قبل دماغه. شايف الخط الصغير ده اللي هو ما بين أيمن أشرف ولاعيب المقاولين العرب؟ مظبوط. بس حتى لا كريم، لا انت لازم الخط ده يا كابتن يتعمل في الاخر عند كتف ايمن اشرف. عند كتف ايمن اشرف هتلاقي فاروقه. لا مش سالم معديه برضه. لا ما هو الخط ده الخط ده يدين الفار. هو الخط ده ليه عامله؟ عشان يبين ان لعيب المقاولين متقدم، بس الخط معمول غلط. المفروض الخط يبقى في اخر جسم لعيب الاهلي عشان يقدر يحدد قبل الايد يا كابتن عند الكتف. بص انت بص المفروض الراس بتاعت ايمن اشرف عامل سهم اهو، سهم مشاور. شايف السهم اللي مشاور على فاروقه؟ ما هو ده سابق. ده غلط. هو معمول غلط. هو طبعا ده عند المفروض الخط ده يبقى شمال شويه في اخر جسم ايمن اشرف. هو معمول عند اول راس ايمن اشرف. بص المفروض كابتن على الكتف بالظبط. انا معاك بس انا حتى لو شايف الخط الصغير ده اللي ما بين ايمن اشرف وفاروقه، لازم الخط ده يمشي شويه شمال كده. فاهم قصدك، يعدي بس برضه هيبقى فاروقه سابق. لا لا لو اتحط صح مش هو سابق. لو هو حط ما هو محطوط كده ها فاروقه سابق، لكن لما تحرك الخط شويه شمال عند اخر، ما هو الخط المفروض يتعمل ايه؟ عند اخر نقطه في جسم ايمن اشرف، في جسم المدافع اللي هي الاقرب للمرمى، في جسم المدافع. انت عارف ان حكم الفيديو بتاع الماتش اتوقف؟ والله بسبب الكوره دي. ايوه لان الخط ده الخط ده مرسوم غلط. يدين الفار. انت كابتن جمال الغندور هيجي لك امتى؟ بكره. جاي لك بكره؟ بس بص يا كابتن يوسف، هدف صحيح محمد مجدي قفشه في المباراه على فترات تلاقيه يعني بيشتغل بشكل كويس على فترات، مش في خلال المباراه كلها. في النادي الاهلي عنده ميزه انه عنده اتنين في وسط الملعب، الي ديانج والسوليه، يعني اللعيبه تقيله في وسط الملعب بيقدروا يعملوا عمليه تهاجم كويس ودافع كويس، وعندهم قدره على ان هم يتحكموا في رتم اللعب، سرعه اللعب او البطء في الاداء، على اساس ان هم يقدروا ان هم يستحوذوا. الحاجه برضو الكويسه اللي في النادي الاهلي ان هو ما بيبقاش فيه نوع من التسرع في انهاء الهجمه بسرعه، يعني حتى لما بيلاقوا فيه تكتلات دفاعيه
او في كسر عدديه بيدوروا الكوره بيبتدوا يلعبوا الكوره يوصلوا لغايه ما يقدروا ان هم يفتحوا ثغره ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم. يعني ما حصلش توفيق فيها. مين احسن لاعب في الماتش ده كابتن يوسف؟ يعني انا وجهه نظري ان اكرم توفيق. اكرم توفيق اكرم توفيق عجبني جدا، عامل مجهود كبير قوي، عامل مجهود كبير، وبعدين بدا ينضج قوي في الحته اللي هي النهايات بقى اللي قفل. وبعدين لو لاحظت تاني رجعها هتلاقيه بعد ما ستروزا راح زيقها راح طالع عامل عليه بلوك. فدي يعني دي حاجات يعملها حارس دوري، حارس عنده خبرات يعني، فاهم قصدي؟ طيب نروح للزمالك، والمبروك طبعا للنادي الاهلي وهارد لك لنادي المقاولين العرب. ايه خدهم من مركز ال 18 او ال 17 وفضل ماشي بيهم في الدور الثاني اللي هو بيبقى صعب على كل الانديه، وقدر الراجل يخش 13 او 12 فنش تقريبا ال 12 11 حاجه كده. لكن الاسماعيلي لازم الراجل اخوان براون ده جه ماسك لازم يحط بصمته، لازم يجمع اللعيبه دي. على فكره لعيبه الاسماعيلي مش وحشين كافراد يعني انا عندي او كجماعيه لسه لازم يساعدوه. هو دي بتاعه المدرب بقى، هنا بتاعه المدرب، اداره ومدرب. عبد الرحمن مجدي عنصر رائع. عبد الرحمن مجدي لعيب كويس جدا. عندك عماد حمدي لعيب كويس جدا. شكري نجيب لعيب كويس جدا. اللعيبه دي لعبت السنه اللي فاتت. باهر محمدي منتخب مصر. عصام صبحي عنده خبرات كويسه جدا ولعب مقصه وبتروجيت قبل كده، ودسوقي لعيب كويس. يعني خلينا نتكلم كافراد، حتى اللي بره انت عندك يعني في احمد عيد باك رايت برضه مميز لنادي الزمالك، دونجا لعيب وسط ملعب كويس، عندك مدبولي لعيب كورته حلوه ولعيب بيلعب 10 ويلعب طرف. يعني انا عنده ورق محمد صادق لعيب كويس جدا، وعمر الوحش ومحمد الوحش الشامي مدبولي. اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي انا عايز اقوله ان المجموعه دي مع راجل الكوتش اللي جه الجديد يبدا يحط بصمته، يبدا يشتغل شغل فني معاهم، يبدا يحفظهم حاجه معينه يشتغلوا عليها، سواء عايز يبتدي من ورا، سواء عايز يشتغل من قدام، هيضغط من فوق ولا لا، ملعبه لما بيلعب عندهم ميزه بيلعبوا في اسماعيليه، وملعب اسماعيليه مع فريق الاسماعيلي صعب على فرق كتيره. صح. فانت النهارده برضو لازم تشتغل، يبقى فيه شخصيه لفريق الاسماعيلي عشان يقدر. لكن انا بقول لك لعيبه الاسماعيلي لما تقارنها ب النهارده في الجدول في 17 نادي غير الاسماعيلي ما يبقاش ترتيبه 18 بس. ابدا على فكره هو أبداً. الكلام ده طبعا كلام محترم جدا، بس في الاساس لعيبه الاسماعيلي لازم تساعد المدرب طبعا. المدرب حتى لو عنده فكر، لكن اللاعب مش قادر ينفذ الكلام ده في الملعب يبقى عمره ما هيظهر. الفرق مش هتظهر. وحش ان كان طلعت يوسف جاله كورونا، اشتغل معاهم فترة الإعداد، معلش مع احترام ما لحقش يلعب معاهم ماتشات، اتغير المدرب. بس ما تخسرش أربعة، ما تخسرش أربع ماتشات يا كابتن. لا ثانية واحدة، فترة انتخابات جايب هدف، تغيير إدارة هدف وداخل فيه تسع أهداف. ما تقولش لا، ما تقولش مبررات. الفرقة اللعيبة دي مش هي دي اللي كانت بتلعب السنة اللي فاتت؟ ما السنة اللي فاتت برضه كان فرقة الإسماعيلي بتعاني من المشاكل اللي كانت موجودة، مشاكل فنية في الملعب، وكان في اخر لحظه الثلاث اربع ماتشات الاخيره الفرقه يعني لمت نفسها بالنتائج الثانيه كمان. أيه. ما انت لازم تتكلم بواقعيه اللي حصل السنه اللي فاتت ايه، وده امتداد للي حصل السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي قبلها. الوضع دلوقتي بالنسبه لمجموعه اللعيبه اللي موجوده كلها لازم يعرفوا ان النادي الاسماعيلي ده نادي كبير، ما فيش حاجه اسمها ان انت تبقى. يعني انا كنت حاسس ان هم كان كل منيتهم ان عايزين يتعادلوا في المباراه، مش عايزين يكسبوا المباراه. هي دي المشكلة، ان انت لازم يبقى جوه اللاعب ان هو لازم يبقى عارف ان الفرقة اللي بيلعب فيها دي فرقة كبيرة، وفرقة المفروض كانت بتنافس قبل كده من سنين، بتبقى موجودة في المربع، بتبقى موجودة في البطولة الافريقية. لكن ان انت تحس ان انت اللاعب مش عاوز اقول عنده لا مبالاة، لا هو لازم يفكر ان لازم يبقى ليه وضعه زي ما محمد قال، شخصية الفرقة تبقى موجودة. لكن عمره ما هيجي من خلال المدرب بس، لازم هو اللاعب نفسه او الفرقه نفسها هي اللي تقول. مين احسن لاعب في الماتش؟ احمد سيد زيزو. كابتن يوسف انا متفق. احمد سيد زيزو. طيب هنطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل ماتشاتنا اللي اتلعبت في الاسبوع الرابع من بطوله الدوري الممتاز. شفنا ماتش الاهلي وفوز الاهلي على المقاولين 1-0 وفوز الزمالك على الاسماعيلي 2-0. اهداف الجوله الرابعه لبطوله الدوري الممتاز. خلينا ننتقل لمباراه المصري وبيراميدز في استاد برج العرب، وكانت مباراه متقلبه. الشوط الاول يعني لصالح بيراميدز تماما،
تقدم 2-0 وكان ممكن يزود النتيجه، ولكن اتقلبت الاوضاع في الشوط الثاني وقدر المصري يحرز هدفين رغم النقص العددي بعد طرد فريد شوقي ويتعادل 2-2 وتنتهي المباراه بالتعادل 2-2. ريحوا نفسهم بشكل كبير. ايوه. التخاذل اللي كان موجود في الشوط الثاني والاستهتار اللي كان موجود، وان حسوا ان المباراه انتهت وان هم خلاص لاعبين بزياده عدديه بعد طرد فريد شوقي، ان هم هيكونوا متسيدين. لا، الوضع مختلف. دايما الاستهتار والتخاذل ده ممكن ينعكس عليهم بشكل سلبي، وده اللي كان واضح وادى ورفع من الروح المعنويه لفرقه المصري. الفريق المصري استغلوا الوضع دوت بالنسبه لبيراميدز وقدروا ان هم يحرزوا الاهداف. لكن انا من وجهه نظري المباراه، يعني التعادل ده نتيجه عادله جدا بالوضع اللي حصل في المباراه، وخصوصا في الشوط الثاني. الشوط الاول كان بيراميدز استهتر. طب يعني كسبت 2-0 ويكسب 3-4 واستهتر. لازم اقول لك صريحه، هو في تخاذل وفي استهتار، ولازم هم لازم يقولوا على نفسهم ان هم استهتروا باللقاء. نقطتين راحوا منهم هيدفعوا ثمنهم بعد كده. كان من المفروض ان هم المباراه تفكيرهم ان هم الثلاث نقاط يكونوا معاهم، وكانوا الثلاث نقاط معاهم في الشوط الاول، لكن يعني ممكن تتعوض يعني في المباراه اللي جايه. لكن بحيي طبعا فرقه المصري ان هم قدروا يرجعوا، يعني جدعان. قدروا يرجعوا واستغلوا الوضع بتاع وحاله فرقه بيراميدز الشوط الثاني. ودي مهمه جدا، ان انت لما يكون في قصور في الفريق اللي قدامك وهو كسبان، وانت لازم تستغل الوضع ده. ده الفريق اللي بيحاول ان هو يجي، يعني ده رابع تعادل بالنسبه للنادي المصري يعني. طبعا اربع ماتشات باربع تعادلات، وحتى كمان مش وضع بالنسبه له كويس، لكن اعتقد ان برضه دي حاجه. طيب ابدا معاك برضه يا كابتن. 100 اشتريت لعيبه ب 100، انت هتلاقي. خلي بالك، ما احنا عندنا ده اصل بيبقى عندك بس حتى كده. لو بعتهم بعد كده بس كده. عندك انت النهارده الفرق النهارده وادي دجله مش هبط؟ ايوه. باع لعيبه بكام للبنك الاهلي؟ كتير. باع لعيبه بكام لفيوتشر؟ باع لعيبه بكام لسموحه؟ دي اصول النادي. اصول باع لم يعني المهندس ماجد سامي السنه دي لم مبلغ كويس جدا طبعا. فليه؟ لان حتى هو هبط لكن عنده ورق بيتباع، انما في فرق تانية ممكن تهبط. معلش يعني هديك مثال، اسوان هبط، باع كام لعيب السنه دي؟ قليل. ادي النقطه. فهنا لازم يبقى في فكر ان انت النهارده لما لعيبتك بتشتغل انت لبقائك في الدوري الممتاز هيجيلك، هتبدا تستثمر، وكل ما هتحط كل ما هتقدر تشتغل وتجيب. طيب يعني وضع طبيعي. الجونه برضو لسه مش في احسن حالاته يعني. كابتن اشرف، الاتحاد والجونه وفوز الاتحاد 1-0. يعني هي نتيجه طبعا طبيعيه، احنا قلنا الكلام ده ورد في توقعاتنا، لكن الجونه برضو اضاع. يعني ممكن لو كان ضربه الجزاء دي كانت النتيجه اتغيرت خالص، الدنيا هتختلف تماما. صح. لان دايما فرقه الاتحاد لما بيجي فيها جون الموضوع بيختلف، بيبقى في عندهم في توتر شويه في الاداء، بيبقى في تسرع مش سرعه في الاداء، في تسرع في الاداء، فكان ممكن الموضوع يختلف. برضو الجونه ضيعت اكتر من فرصه من قدام عبد المنصف، والاتحاد ضيع فرص برضه، لكن الاتحاد ماشي بشكل كويس. يعني المباراه بيفكر في المباراه اللي بيلعبها فقط، يعني ما بيبصش في قبليه ولا هيلعب ايه اللي بعد المباراه اللي هيلعبها. انا شايف طبعا الجون طبعا رائع جدا، ويمكن دي من الحاجات المميزه جدا في اللقاء. الاستمراريه في الاداء مهمه جدا. يعني احنا حتى لما بنتكلم على الفريق اللي هينافس، يعني لما كان بيتقال على بيراميدز ان هو هينافس الاهلي والزمالك، استمراريه الفرق اللي زي دي اللي عايزه تنافس الفرق الكبيره مهم جدا. يعني ما ينفعش تلعب شوط بشكل مميز جدا والشوط الثاني تنزل، يبقى انت كده مش هتقدر تنافس. لان في اوقات انت ممكن المباراه ما تطلعش تعادل، المباراه ممكن تروح منك، لكن لو انت فكرت التفكير ان انت المباراه من 45 دقيقه بس، ف الفرقة اللي بتفكر ان هي تخش في حيز المنافسة لازم تفكر تفكير ايجابي، ما تبقاش تفكير سلبي. طيب، فوز الاتحاد السكندري على الجونة 1-0. فاصل اعلاني ونرجع نكمل تاني مع الكابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف بقية لقاءات الاسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز. يعني ممكن البنك الاهلي كان يكسب، ممكن سيراميكا كسبت المباراه، فرص البنك الاهلي كانت اكتر. يمكن سيراميكا قدرت تستغل اندفاع البنك الاهلي والفترات اللي هو عايز يسجل فيها، وقدر من هجمه مرتده عدم تمركزات بس صحيحه قدر ان هو يستغل، والفرصه فيها توفيق شويه اللي حطها محمد ابراهيم خبطت
يعني والمهم لقاها يعني، فاهم قصدي؟ ومحمد ابراهيم من اللعيبه الهدافين يعني، فرصه زي دي استغل هيستغلها طبعا كويس. لكن جت فرص للسيراميكا، جت فرص للبنك الاهلي، فرصه البنك الاهلي اكتر على الورق، لكن في النهايه كره قدم. لكن يقول ان هم ثلاث نقط ثلاث نقط بتفرق. لكن دي ما تعطلش يعني، البنك الاهلي مكانه كويس جدا في الجدول، بتتكلم في المركز التاسع برصيد 6 نقاط. برضه سيراميكا يعني 8 نقاط. لكن الفرقتين كويسين، فرقتين بيلعبوا كوره، فرقتين عندهم ورق كويس جدا. شويه ملاحظات خفيفه قوي في تظبيط في وقفه وانت بتهاجم، حاجات مرتده، حاجات بسيطه يعني. دي ما تعطلش لا البنك الاهلي عنده الماتش اللي جاي الزمالك بعد بكره فريق لكن برضه ما فيش مشكله انه يقدر يلعب ويقدر يعني. الموسم اللي فات عمل مباراه رائعه مع الزمالك في ختام الدوري يعني. يعني هقول توقعاتكم للماتشات القادمه بكره، فاركو وسيراميكا. فاركو وسيراميكا كابتن اشرف قاسم كسبك الاسبوع اللي فات. لا 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 كسبك والله في ماتش الزمالك. ماتش الزمالك فاركو وسيراميكا. كابتن يوسف، فاركو وسيراميكا انا اعتقد قولي نتيجه تعادل. كابتن اشرف سيراميكا. المقصه والاتحاد السكندري بكره. الاتحاد. بيراميدز وايسترن كومباني. بيراميدز طبعا. سموحه وطلاع الجيش. سموحه. لا انتوا ما تقولوش زي بعض بقى. لا ما احنا قلنا في صوت واحد. المحله والاهلي في المحل. الاهلي. الزمالك والبنك الاهلي في استاد القاهره. الزمالك. معلش بقى كريم. لا عادي يا كابتن براحتكم، انتوا حرين خالص. انتوا رايحين خالص. توقعاتكم انا مالي. لا الزمالك على الارض. كابتن اشرف الزمالك. طبعا. الجونه والمصري. المصري. الماتش في الجونه. لا ما هو كل الماتشات بتتلعب في اسكندريه. سوري اسف. كل الماتشات بتتلعب في برج العرب. لا المصري. كابتن اشرف. المصري. قلت المصري. المقاولين والاسماعيلي يوم الثلاث. ده مباراة دي المقاولين. في المقاولين. المقاولين. مقاولين. فيوتشر وامبي في ملعب فيوتشر اللي هو ملعب السلام. انا بقول امبي. امبي يكسب؟ انا بقول تعادل. ماشي. اوكي. حفظتوا التوقعات موجودة هنجيبها في الفيديو. بشكرك كابتن محمد. شكرا كابتن اشرف، استمتعت معاكم جدا وبارائكم الرائعه. ربنا يكرمك. ونتقابل قريب ان شاء الله بعد انتهاء الجوله دي باذن الله. الجوله الخامسه اللي هتبدا بكره ان شاء الله. باذن الله. بشكر كل طاقم العمل وبشكر كل المشاهدين اللي تابعونا. نتقابل بكره على خير ان شاء الله.